كم صفة الأذكار بعد الصلاة يا شيخ؟ إيه نعم. وما يفرق في صلاة المغرب والفجر؟ الأذكار بعد الصلوات أول ذكر أن تستغفر الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، إلا في المغرب والعشاء، فإلا في المغرب والفجر فتقولها عشر مرات وتزيد فيها يحيي ويميت، ثم تسبح. والتسبيح له أربع صفات: الصفة الأولى أن تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات، والصفة الثانية أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تقول لإتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فصار ثلاث منها تكمل المئة، واحد لا تكمل المئة، ما تقول إلا 30، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. نعم.